فيلم غير معلن للمخرج العراقي محمد الغضبان يشارك في مهرجان مومباي الدولي في الهند. محمد صلاح يفوز بالقدم الذهبية وميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه. فرقة بي تي اس الكورية تقيم أولى حفلاتها بعد الجائحة وغضب بسبب نفاد التذاكر. والمزيد في هذه الحلقة من نيو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. من العراق نبدأ مع انتصار جديد للسينما العراقية، حيث تم اختيار فيلم غير معلن للمخرج الشاب محمد الغضبان للمشاركة في مهرجان مومباي الدولي السينمائي العاشر للأفلام القصيرة، والذي سيقام في الخامس من كانون الأول في الهند. الفيلم من تأليف وإخراج محمد الغضبان، ويشارك في بطولته أسعد عبد المجيد، نيان الطلباني، نور الهدى، والجدة أم علي. مستهل يا كريم يا الله مستهل يا رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونبقى مع الفن، حيث انتشر فيديو من أحد المدارس الابتدائية العراقية يصدع داخلها صوت فيروز، شاهدوا معي. الخير، شلونك؟ هلا فهد. هذه اللفتة الفنية في المدرسة أثارت الإعجاب لدى المعلقين في فيسبوك، وإليكم بعض الآراء. عمار الأحمد كتب يقول: الموسيقى وصوت الأغاني تعلق بذاكرة الطفل وتصير ذكرى حلوة عنده بالمدرسة. زياد وافق الرأي وكتب يقول: أحسن شيء جيل يتربى على الفن والثقافة والصوت العذب والكلمة الحلوة والحب والتفاؤل. أخيراً تعليق من أم جود تحسرت فيه وقالت: الله شقد تمنيت مدارسنا هيك، والله أني قبل من كنت أداوم والمديرة تحسسني أني نازلة بمعسكر مال الجيش مو مدرسة. من هذه التعليقات إلى الفيديو الأكثر انتشاراً على فيسبوك، وهو فيديو نزول الكابتن عماد محمد من باص منتخبنا الشبابي ليقبل رأس السيدة اللي شجعتهم بحماس في بطولة غرب آسيا إيرثلينك للشباب الدولية الودية. مبروك يا قلبي يا روحي، الله يبارك فيك، عاش سيديك وخوش الشجعين ورحم الله والديك. ليش تبكين؟ بدنا بعد ها؟ ليش تبكين؟ ايش فيك؟ ليش تبكين؟ اقول ماكو فرحه بس اللاعبين. اي لا الحمد لله، احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرحكم. ما قصرت ان شاء الله ان شاء الله نفرحكم ان شاء الله نفرحكم دوم ان شاء الله دوم دوم. وينك عدل؟ هذه كانت مشاهدينا بعض المواضيع اللي تم تداولها في السوشيال ميديا عراقيا، والان نكمل مع محمد صلاح الذي فاز بجائزة القدم الذهبية في الحفل الذي أقيم في فرنسا. متفوق بتصويت الجمهور على ميسي والمدافع الإسباني راموس والمهاجم الأرجنتيني أغويرو، ويعتبر أول لاعب مصري وعربي يتوج بالجائزة وثالث لاعب أفريقي. محمد صلاح ترك مهمة استلام الجائزة لزوجته السيدة ماجي صادق التي وصلت برفقته إلى موناكو، وسلمت الجائزة من نجم برشلونة البرازيلي داني ألفيش. أما سبب إسناد محمد صلاح هذه المهمة لزوجته فهو تقديراً لها لدورها الكبير في تألقه الكروي، وتكريماً لدعمها ومساندتها له في بداياته. Grazie a tutti.
مزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يوترندك. نكمل حلقتنا مع أبرز الأخبار والفيديوهات المنتشرة عالميا في السوشيال ميديا. البداية من تركيا، حيث ضربت عاصفة قوية ورياح شديدة مناطق عدة هناك. انتشرت كثير من مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا لمشاهد مرعبة تسببت بها الرياح القوية، حيث اختلعت الأشجار والمباني وأدت إلى وقوع خسائر مادية كثيرة. وزير الصحة التركي وفي بيان للوزارة ذكر أن العاصفة التي ضربت تركيا خلفت 4 قتلى، أحدهم امرأة سورية، و38 جريح، 3 منهم بحالة حرجة بحسب حصيلة أولية. والإسطنبول علق الدراسة اليوم الثلاثاء، كما تبعته بهذا القرار 8 ولايات تحسبا لاستمرار العاصفة ليومها الثاني. كما أغلق أمس الاثنين مضيق البسفور أمام حركة السفن، استمر الإغلاق لمساء اليوم. بين المشاهد التي تدل على التكاتف بين أبناء الشعب التركي والإنسانية العالية، فيديو منتشر لسائقي الباص وهم يقومون بعمل صد للريح حتى تستطيع دراجات نارية عبور جسر 15 تموز المعروف بجسر البسفور. شاهدوا معي. من تركيا إلى غانا وأغرب حالة صراع مع ثعبان، عندما شاهد مجموعة من الشباب أفعى كبيرة أطلقوا عليها النار من مسدس، ثم رموها بغصن شجرة، ثم حذفوها بحجر، ثم ضربوها بعصا، ثم قاموا برش مبيد حشري عليها، وفي النهاية ضربوها بجذع شجرة حتى ماتت. لنشاهد. في المكسيك تمكن أحد مشجعي كرة القدم ويدعى رودريغو روميرو، تمكن من تحطيم رقم قياسي عالمي بجمع 1230 كرة قدم بأشكال وألوان مختلفة في منزله. وقال رودريغو أنه بدأ الاحتفاظ بالكرات للمرة الأولى عند حضور نهائيات كأس العالم في ألمانيا عام 2006، حينها اشترى كرة واحدة ليلعب بها هو وأصدقائه أثناء الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة، ليبدأ بعدها بجمع الكرات.
ومن الأخبار اللي انتشرت عالميا بشكل كبير أيضا هو خبر إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي استقالته من منصبه ليحل محل باراغ أجراول ذو الأصول الهندية. بعد هذه التغييرات داخل الشركة ارتفع سهم تويتر بشكل كبير. هذه كانت بعض الأخبار المنتشرة في السوشيال ميديا عالميا، والآن نكمل مع خبر أيضا تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثلج صدور عشاق نجم كرة القدم العالمي ميسي الذي فاز بالكرة الذهبية للمرة السابعة، يصبح أكثر اللاعبين حصولا على هذه الجائزة التي أقيمت في باريس وتمنح لأفضل لاعب في العالم. ميسي بهذا الفوز تفوق على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات. في الحفل نفسه حصل الهداف البولندي لنادي بايرن ميونخ ليفاندوفسكي جائزة مهاجم العام حيث سجل 41 هدف، وتوج نجم برشلونة الصاعد بيدري بجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في عام 2021. وفي جائزة تمنح لأول مرة في تاريخ مجلة فرانس فوتبول، تم اختيار تشيلسي كأفضل نادم في العالم للعام 2021. إضافة لجائزة الكرة الذهبية حصل ميسي على هدية أخرى وهي ساعة استثنائية تقدم لأول مرة صنعت خصيصا لهذه المناسبة من قبل دار صناعة الساعات بورنيل، وتبلغ قيمتها $250,000، وأصبحت هذه الدار شريكة رسمية في جائزة الكرة الذهبية. ليونيل ميسي. Vainqueur est Robert Lewandowski. Pedri. والآن إلى تايلاند حيث يقام مهرجان يعتبر من أغرب المهرجانات في العالم، وهو مهرجان القرود أو وليمة القرود الذي يقام في مدينة لوبوري شمال تايلاند. هذا المهرجان الفريد من نوعه مثل كل المهرجانات توقف لمدة 2 بسبب جائحة كورونا، لكنه عاد مؤخرا وصانف نشاطه وأقيمت وليمة للقرود حيث يقدم السكان الأكل والفاكهة لهذه الحيوانات من خلال بوفيه مفتوح. المهرجان يقام على أنقاض معبد هندوسي أو تاريخه إلى 8 قرون، وهو أحد أضخم المواقع في المدينة واعتمدته الحكومة رسميا في عام 1988. شارك في المهرجان حوالي 2000 قرد، واستهلك فيه حوالي 3 أطنان من الفواكه والخضروات والحلوى. أما تكلفة المهرجان فبلغت حوالي $3,000. هذا المهرجان له هدف إنساني، وكان هذا العام عنوانه القردة على كرسي. هدف المنظمين التبرع ب100 كرسي متحرك للمحتاجين. أما قصة هذا المهرجان فتعود لأسطورة قديمة تقول أن أحد القردة ساعد بطل أسطوري يدعى راما في أحد معاركه، فقدم له البطل الأسطوري الطعام كعرفان بالجميل، فتوارثت الأجيال هذه العادة. Thank you.
إلى موضوع آخر. الفرقة الكورية BTS صاحبة الشعبية الكبيرة بين شباب حول العالم قامت أول حفل موسيقي مباشر لها منذ عامين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الحفلة أقيمت تحت عنوان السماح بالرقص على المسرح لوس أنجلوس. اجتمع الآلاف من معجبي الفرقة في حفلي السبت والأحد، وتصدرت الترند في كثير من العالم ومن بينها الدول العربية، حيث شعبية الكاسحة لهذه الفرقة الشبابية، وتم تداول كثير من مقاطع الفيديو من الحفل. يعتبر هذا أول حفل موسيقي مباشر للفرقة منذ حفلها الأخير في شهر تشرين الأول من عام 2019 في سيول قبل بدء جائحة كورونا. تذاكر الحفل التي يبلغ عددها 50,000 نفذت مباشرة، ولجأ المعجبون إلى السوشيال ميديا للتعبير عن غضبهم واستيائهم من امتلاك جهة واحدة الحقوق الحصرية لمبيعات التذاكر. الفرقة كانت ألغت 40 حفل موسيقي حول العالم بسبب كورونا، وبدلا من ذلك أقامت حفلات موسيقية عبر الانترنت، آخرها كان في تشرين الأول الماضي، وبلغت مبيعات تذاكرها حوالي 42 مليون دولار. أما أغنيتهم الأخيرة الزبدة فحققت أكثر من 628 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.